أهلا بكم في فقرة زوم المغرب العربي، نخصصها للزيارة الملكية إلى الديار الروسية. أهمية الزيارة وأبعادها الجيوسياسية، هذا المحور ونقاط أخرى نبحثها مع الدكتور مساوي العجلاوي الخبير في الشؤون المغاربية والعربية الذي ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الرباط. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. إذن المؤكد أن للزيارة الملكية أبعاد جيوسياسية ستعود بالنفع على العلاقات بين موسكو والرباط، أين تكمن أهمية هذه الزيارة؟ تكمن في الضبط في السياق السياسي الحالي الآن، سياق يتميز بنوع من التوتر بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد قرار المحكمة الأوروبية الأخير، أيضا يتميز كذلك بضعف القرار الأمريكي الذي ليس فقط موجها إلى حلفاء الأمس بل أصبح الآن ضبابيا حتى بالنسبة لبعض حلفائه داخل أوروبا. فإذا هناك ضبابية، هناك توتر حتى داخل الاتحاد الأوروبي. المغرب مطالب بإعادة قراءة توازناته، الباب فتح أمام روسيا، روسيا التي أصبحت فاعلا دوليا كبيرا، لا ننسى دورها في سوريا التي أعادت موازين قوى جديدة، لا ننسى أيضا دورها في ليبيا وما تطلبه روسيا من المغرب بعد أن لعب دورا في إطار الاتفاق السياسي بالصخيرات. أيضا هناك زاوية نافذة أساسية وهي العلاقات الروسية المغاربية، يجب زيارة الملك محمد السادس إلى موسكو فتح هذه أبواب العلاقات الجديدة، قد يعيد أيضا توازنات العلاقات الروسية مع دول المغرب الكبير. فإذا في هذا السياق العام وأيضا الجهوي هذه الزيارة تكتسي أهمية استراتيجية كبيرة، هل نحن مقبلون على خطوط عريضة لسياسات جديدة في المنطقة؟ قد تصل روسيا إلى مضيق جبل طارق، قد تطل على الضفة الجنوبية للغربية لأوروبا. هذا هو السؤال الكبير، بمعنى آخر أن هذه الزيارة ليست فقط علاقات بين بلدين بل إنها أيضا تهدف إلى إعادة هذه التوازنات، دون أن ننسى أن أوروبا منذ 2014 فرضت عقوبات اقتصادية فلاحية على روسيا، وأن روسيا توجهت إلى المغرب، وهناك مذكرات تحذير وتهديد من لدن الاتحاد الأوروبي على أساس ألا أن ينسجم مع القرارات الأوروبية. قراءات أيضا في تصريح بوتين هذا اليوم على أساس رفع التبادل التجاري، بمعنى آخر فتح هذه البوابة استراتيجية أولا من الباب التجاري أو من البوابة التجارية. طيب روسيا تبحث عن بدائل في المبادلات التجارية ممثلة في المغرب بعد العقوبات الأوروبية كما ذكرت، المغرب بدوره هل يبحث أيضا عن توسيع مبادلته مع روسيا عوض أوروبا؟ بطبيعة الحال، لأنه كما نقول في 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 المثل الدارج اللي عنده باب واحد الله يسد عليه، الأساس في هذه العلاقات أن المغرب عليه أن يوزع أن ينوع علاقاته، أن ينوع فتح أبواب جديدة مع روسيا، لأن هناك مصالح متبادلة. عندما تكون هذه المصالح متبادلة يكون هناك انسجام. علما أيضا أن لا يجب أن ننسى أن روسيا هي الدولة أساسية في مجلس الأمن، هي من الكبار الخمسة، والمغرب دائما يتطلع إلى هؤلاء الخمسة الكبار داخل مجلس الأمن، خصوصا في ملف الصحراء، خصوصا مع ارتدادات زيارة بان كيمون إلى الجزائر وما صاحبها من ردود فعل مغربية شعبية ورسمية. المغرب كذلك بحاجة إلى روسيا في ملف الصحراء، نحن مقبلين على إعداد وتقديم بان كيمون لتقريره أمام مجلس الأمن في أبريل المقبل أو في الشهر المقبل. روسيا تغير موقفها بشكل جذري لصالح المغرب منذ 2014، كان لها دور كبير في القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في 2014، فبالتالي لا يمكن إلا للمغرب أيضا أن ينفتح وأن يطلب مقابل كذلك هذه الانفتاح نحو روسيا، وأيضا محاولة عدم إعطاء الورقة الأوروبية ذلك الزخم الذي يمكن أن يؤثر على روسيا.
للمغرب أيضا أن يطلب كذلك مقابلا وراء هذه السياسة. والسياسة الدولية هي مصالح، هي استراتيجيات، هي حسابات، دون أيضا أن ننسى أن المغرب يهدف إلى جلب 1 مليون سائح روسي في أفق 2020 بعد انسداد العلاقات بين روسيا وتركيا، وبعد ما وقع في شرم الشيخ، حيث كان السواح الروس يتوجهون بكثرة إلى مصر. فإذا كل الأبواب مشرعة أمام المصالح الاستراتيجية للبلدين، كل الأبواب مشرعة أيضا لرفع التبادل التجاري، وليس فقط التجاري، بل ربما أن المغرب كذلك ربما في إطار تنويع تسلحه يمكن كذلك أن يتوجه إلى الجانب الروسي، الذي أبان في الأزمات الأخيرة أن السلاح الروسي أيضا له دوره في تحديد عدد من المواقف السياسية على الأرض. طيب، روسيا كيف يمكن لها أن توازن في علاقتها الاستراتيجية بين المغرب من جهة وأوروبا من جهة ثانية؟ يمكن روسيا ليست مخيرة فيما يخص العلاقات مع أوروبا. أوروبا هي التي فرضت على روسيا عقوبات اقتصادية، منها منع عدد كبير من المواد الفلاحية تصدرها إلى روسيا. المغرب أمام أيضا أزمة تصدير مواده إلى أوروبا، وجد في البوابة الروسية منفذا لكل منتجاته الفلاحية. المغرب يلعب دور كبير في هذه التوازنات، بمعنى أن العقوبات الاقتصادية التي كان من المفروض لأوروبا أن تشكل تأثيرا على الاقتصاد الروسي، المغرب ربما خفف من هذا التأثير نتيجة ارتفاع صادراته من المواد الغذائية. ولكن مع كامل الأسف، وكما قال بوتين هذا اليوم، أن التجارة فقط مرتبطة باستيراد المغرب للنفط، وأيضا باستيراد روسيا للمواد الغذائية. ممكن أن ترتفع هذه المبادلات وأن تحل كذلك روسيا في عدد من القطاعات، من قطاعات البنى التحتية، الطاقة المتجددة التي المغرب دخل من بابها الواسع مع مشروع نور في ورزازات، أيضا الطاقة النووية المدنية البديلة، كذلك فيما يخص التنقيب على البترول عن الغاز. هذه مسائل كلها يمكن لروسيا أن تقوم أيضا في إطار التوازنات الجديدة بين المغرب وأوروبا. لا يجب أن ننسى، وهذا أيضا ربما من الأشياء الأساسية، أن المغرب الآن يمر من منعطف كبير، وهو تحوله إلى فاعل إقليمي وفاعل قاري، وأن هذا التحول ودخوله إلى نادي الدول الصاعدة يمكن لروسيا في توازن المغرب بين روسيا وأوروبا، يمكن لروسيا أن تلعب دور كبير كذلك في التوازنات الجديدة بين المغرب وأوروبا. وهذه رسالة على القادة الأوروبيين أن يلتقطوها جيدا. هذا لا يعني أن هناك قطيعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل أن داخل الاتحاد الأوروبي هناك أصدقاء، وهناك دول لها علاقة استراتيجية كإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، ولكن يجب المغرب يتحدث مع الاتحاد الأوروبي ككل، علما أن الاتحاد الأوروبي الآن يمر من أزمة نتيجة المهاجرين، نتيجة إعادة الحدود، نتيجة مشكل طلب بريطانيا انفصال، مشكل نظرة الشمال، دول شمال أوروبا إلى دول جنوب أوروبا. هذه الأشياء كلها لا يمكن أن تؤثر على هذا التحول الذي يشهده المغرب. وزيارة الملك محمد السادس إلى روسيا في هذا الوقت لها أيضا بعد استراتيجي كبير في هذه التحولات، وتبرز أن المغرب تحول إلى بلد يمكن أن يؤثر في التوازنات الدولية. هذا ما يقع الآن في أثناء هذه الزيارة التي يقوم بها العاهل المغربي إلى روسيا. طيب، ماذا عن تأثيرات هذه الزيارة في دور موسكو وروسيا في مجلس الأمن، ودورها الإيجابي طبعا في خدمة القضية الوطنية وملف الصحراء المغربية؟ يقال في الكواليس إن بعد تقديم المغرب لمشروع حكم الذاتي في 2007، حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أن تفرض هذا المقترح انطلاقا من مجلس الأمن، ولكن روسيا حينها رفضت وقالت طلبت أن يبقى
ملف الصحراء في البند السادس لمجلس الأمن، لكن وقع تحول في 2014 عندما لعب السفير الروسي هناك في مجلس الأمن دور كبير، لأن بعض الدول غير الدائمة التي تساند جبهة البوليزاريو وحكومة الجزائر حاولت أن تفرض بعض الفقرات داخل هذا التقرير، فهدد السفير الروسي في مجلس الأمن أن يستعمل حق النقد، وهذا يدل أن هناك تحول كبير في الموقف الروسي منذ 2014. على المسؤولين المغاربة أن يستغلوا هذا التحول في بناء علاقات استراتيجية كبيرة جدا يمكن أن تؤثر دائما وأن تعطي لروسيا دورا كبيرا في نزاع الصحراء، لأنه لا يجب أن ننسى علاقات استراتيجية بين روسيا والجزائر. الجزائر أكثر من 80% من مشتريات سلاحها من روسيا، وهذا سيعطي لروسيا دور ضغط بالخصوص من خلال ورقة الأسلحة أن يضغط على الحكومة الجزائرية لكي تستجيب إلى الحل السياسي وعدم التمسك برأي وبحل طولب به منذ 1976 في إطار الحرب الباردة وفي إطار بنيات سياسية وفي إطار نزاعات إقليمية لم يعد لها قائم الآن. وفي إطار أيضا أن الآن الورقة الأمنية في المنطقة، وهذه روسيا تحس به كثيرا وربما سيطار في البيان المشترك وفي الندوة الصحفية بين وزير خارجية البلدين، أن مجلس الورقة الأمنية والوضع في منطقة الساحل والصحراء وأيضا أمن المحيط الأطلسي غرب المحيط الأطلسي وأيضا العمق إفريقيا الغربية هذا تهتم به روسيا، وربما روسيا أيضا تريد أن تنفذ ليس فقط من باب الأمني بل أيضا من باب التجاري عبر البوابة المغربية نحو ما يمكن أن نسميه جغرافيا بشمال غرب إفريقيا. شكرا لك دكتور مساوي العجلاوي، كنت معنا مباشرة من مكتب الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. مشاهدينا نلتقي بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا.